ماما السلام عليكم. جاي مكان جاي صوت ماكو ابد. شو اسمها ماما؟ شهباء. اخويا رجع طبيب اخذ علاج الدواء بدون فايده ماما. بدون فايده. هذا الصوت ماكو. اي صوت ماكو. هسه ان شاء الله رب العالمين يفتح صوتك. ان شاء الله ما اعرف والله. ماما بنت هذا الصوت ماكو. ماكو صوت. صار شهر وهو راجعته شيوخ سادات. اي تقريبا اربع اطباء راجعوا. بدون فايده. بدون فايده. تعرفي يا اختي. السلام. يا ايها الناس قد جاءت موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور اتعجب بارك الله وهدى ورحمه للمؤمنين. هي اختي عتب انفتح الفصل. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. وإذا مريضت فهو يشفيني. أختي قل يا الله. ما شاء الله. أختي لا تخاف. أختي علي صوتك قل يا الله. اللهم صل على محمد. يلا صوتك يا الله. خلينا نصلي على النبي. أول مرة صار شهر ما. يلا قل يا الله. صوت. مبروك لك. أنت فرحان؟ صوتك شو اسمك؟ ما يشيلش يقول شهباء. اختي يلا ادفع الصوت قول يا الله. يا الله. اللهم صل على محمد. ماما انت فرحان؟ تبكي؟ اول مره يسمعي شيء. يلا صوتك قول لا اله الا الله. لا اله الا محمد رسول الله. ناس ارجعوا الى التوحيد، اخذ رساله الاسلام لكل بشر. شوف اختي شاف ما عنده صوت رب العالمين شفاه بدون مقابل، ما لي منه ولا درهم. يلا اصابعك ايش تسوي؟ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. مبروك اليكم. فرحان انت اختي؟ وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. صورك كيف هذا اليوم؟ أو إخواني الشمري.